هذا وثمن فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس الجمهورية الأوكرانية خلال مشاركته في القمة العربية كضيف شرف ثمن الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى الأوكرانيين، حاثا الدول في قمة جامعة الدول العربية على دعم مبادرته للسلام لإنهاء الحرب الروسية في بلاده. وأنا متأكد من أن كل منكم تسلم وثيقة بلغتكم الأم تشمل 10 نقاط أساسية للحل الذي نحن نقترحه، وأتأمل أنكم ستعتبرونه أنه ملائم منكم، وسأكون ممتنا لكل منكم الذي سيقرر ما هو المسار الذي سيخوضه بالإضافة إلى إنقاذ كل المعتقلين في روسيا.